أهنيكم من كل قلبي على الاستعراض العظيم. أظن غباوة منك تيجي تجرب لعيبك مع واحد فاهمك وحافظك كويس. أنا كنت مستنيك. أنا بنفسي فتحت لك الشباك اللي تخش منه. كنت أتمنى أكون سيء الظن. لكن سوء ظني في محله. أنت مفيش فايدة منك. هتفضل حقير وهتموت حقير. أحسن حاجة سلمك للبوليس. لا 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 هرب بيه. أنت جيت عايز إيه؟ ها؟ أنت بتكشف عن عداوتك. نسيت الإحسان وما بقاش في قلبك غير الحقد والحسد. أنا عارف أفكارك زي ما أنا عارف حركاتك كويس. أنا دماغي لسه بتلف من ساعة ما خرجت من السجن. كذاب! ما تحاولش تخدعني. أنت افتكرت إن أنا بقيت واحد من الأغنياء اللي كنت بهاجمهم عشان كده جاي تعاملني زيهم. أبداً أبداً مش كده. أمال جيت ليه؟ مش عارف. أنا مش حاسس بنفسي. أنت مش هتصدقني. طبعاً لأنك عارف إنك كذاب. ما صدقتش كلامي وصدقت غرورك وحسدك. أنت حر. هتلاقي نفسك في السجن تاني. روف بيه. أعذرني. أنا لسه عايش بتفكير السجن واللي قبل السجن كمان. أنت مالكش عذر. أنا بعرف كل جملة بتفكر فيها. وعشان كده لازم أسلمك للبوليس. لا لا لا. أرجوك بلاش يا رؤوف بيه. مش ده اللي تستحقه؟ أيوه. لكن أنا لسه خارج النهاردة. لو شفتك مرة تانية همسحك مسح. طيب. اتفضل. استنى عندك. هات العشرة جنيه. هات. احنا لازم نحسن الموضوع ونقصر الشر ونخلي الولد ينام معانا هنا احسن. انت لسه مصمم ان الولد ينام معانا؟ ايوه مصمم. انا ما اقدرش ازعل ماما ابدا. تسمح لي اقول لك انك لسه طفل صغير وبتخاف من مامتك؟ على كل حال انا بحترم ماما وبحترم رغبتها. اذا كنا هنمشي تحت رغبتها وتحت رايها القديم بكره هنلبس الولد خمسه وخميسه ونلفه في مليون لفه. واذا كنا هنمشي بنظريات امك المديرن فمن دلوقتي نلبس الولد مايوه ونرميه في البحر عشان يتعلم العوم، وبدل ما نخليه يشرب لبن زي بقيه الناس نرضعه ويسكي. انا ما اسمحلكش تقول على ماما كده. وانا ما اسمحلكيش تتكلمي على ماما بالشكل ده. ماما رايها في محل الولد لازم ينام في مطرحه. انا قلت ينام هنا يعني لازم ينام هنا. ده رايي ولازم تحترميه. اذا كان ده رايك كنت احترمته، لكن ده مش رايك، ده راي والدتك. اسمعي يا فندم. اذا كان العند ده هيكون اساس حياتنا فدي مش حياه، دي مش عيشه، دي عيشه تاثر العمر. انت فاهمه؟ وانا كمان حبيتك من اول مره. من ساعه ما شفتك مش قادر ابعد عنك دقيقه واحده. احنا لازم نعيش مع بعض طول العمر. عيب يا شريف ما تقولش كده. عيب ليه؟ انا كل املي اني اتجوزك يا عزيزه. يا عزيزه! يا سلام يا ابو علي، هو ده وقته؟ كنت بتقول ايه يا شريف؟ عايز اتجوزك يا عزيزه. عندك مانع؟ يا ريت يا شريف، ده يبقى اسعد يوم في حياتي. لكن ادي انت شايف زي ما انا وانت حبينا بعض من اول نظر. ابويا وامك مش طايقين بعض من اول نظر. واحنا ذنبنا ايه؟ عشان اهلنا بيكرهوا بعض لازم احنا كمان نكره بعض؟ دي سياسه غلط هتضر العالم كله للخراب. الدول الصغيره عاوزه تعيش في امن وسلام، ذنبها ايه ان الدول الكبيره تورطها في مشاكلها وتحطها في وش المدفع؟ انت جايبني هنا عشان نتكلم في السياسه؟ مشاكل الافراد زي مشاكل الدول تمام. احنا عشان نخلي الدول الكبيره تخاف مننا وتعمل لنا حساب لازم نتحد مع بعض ونكون كتله واحده. ونتحد ازاي؟ اقول لك، نمضي على معاهدة مدى الحياة ويصدقوا عليها 2 شهور وادفع لك 25 قرش، ولما هيشوفوا المعاهدة غصب عنهم هيستسلموا ويرفعوا الراية البيضاء. وبعدين؟ يا سلام عليك يا ست هانم، انت باين عليك ست بيت من الطراز الاول. اي ست في بيتها لازم تشوف شغلها بنفسها. طبعا طبعا. ما تحط التورته في الزربيز. اه طيب حضرتك. لا مؤاخذه. كويس كده؟ انت عملت ايه؟ الله، انت مش قلت لي حطها في السيرفيس؟ حطيتها في السيرفيس. يا اخي هو في حد في الدنيا يقلب التورته على وشها؟ يا نهار اسود، ده صحيح. معلش ما تزعليش نفسك، انا هصلح حالي. اقول لك ريح نفسك ومع السلامه. يا مدموزيل بس استنى. بقول لك مع السلامه. يعني ايه؟ يعني تمشي. يعني امشي؟ ايوه. حرام عليك يا مدموزيل، كل انسان بيغلط، ودي اخر مره. يا سيدي يلا بقول لك بره، يعني بره. حرام عليك يا مدموزيل، بس اسمعي كلامي. ده انا اول ما شفتك حسيت انك لطيفه وظريفه واموره. بقول لك يلا روح، يعني تروح. اسف مش هروح. ما تقدرش تروح ليه؟ ما اقدرش اروح.
اروح لامي كده من غير ما اخد معايا حاجه تاكلها. خصوصا انا عارفه ان انا هستلم الشغل وهاخد فلوس وهقدر اكلها بيهم. تصور نفسك في المركز دلوقتي بس يا مدموزه هتعملي ايه يعني؟ بس يا اخويا بقى قطعت قلبي. والنبي يا ست سامحيه عشان خاطر امه. او النبي تقول لها يا ست بطل سامحني عشان خاطر امه. وانا كمان هساعده عشان خاطر امه. طب انا هسامحك علشان خاطر بطه بس. ربنا يخليك يا ست هانم ويقدرني على خدمتك في يوم فرحي. يعني بتهيألي ان القطه ما كانش قصدها تتعبني. طبعا طبعا مش قصدها تتعبك. ولا كانش قصدها اي شر. ابدا ابدا. بعد الشر. افتكر ان المساله كانت مجرد مداعبه بريئه من قطه شيء. تمام تمام هي مجرد مداعبه بريئه. طب وانت ايش عرفك؟ انا اصلي انا القطه بتقول لي على كل حاجه. ايوه كده كويس. اوعى تتحرك لحسن الصوره تطلع مهزوزه. ده يظهر انا. نبيل مصطفى. انت اللي اسمك نبيل مصطفى؟ يظهر كده يا فندم. وما ردتش ليه لما كنت بندق عليك؟ ها؟ اظن ما كنتش سامع. لا يا فندم انا كنت سامع بس كنت كل ما اجي اتكلم الزغطه بتاخد الكلام لجوه. ما شاء الله. وبتشتغل ايه بسلامتك؟ كل حاجه يا فندم. مهنتك يا بني ادم صنعتك. صنعتي بشتغل في التخت مزيكاتي واحيانا بغني لما اكون عاوزين نشطب بدري. يعني نكتب مزيكاتي ولا مطرب؟ لا مزيكاتي ولا مطرب. ده انا اللي مزيكاتي. ما انا عارف انك انت. ايوه ما هو انا اللي عندك مش انا. بتقول ايه فهمني؟ قصدي اقول مش مزيكاتي. امال تبقى ايه؟ خلصني. رسام. نكتبه رسام ولا هتغير رايك؟ لا مش هغير رايي. هو رسام. هو مين يا بني ادم؟ انا.